أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، الكلام لا زال مستمرا في البحث الخاص بتزويج أم كلثوم من عمر بن الخطاب. وذكرنا بأنه يوجد هنا توجد عدد من المشاكل التي يمكن أن تذكر في هذه القضية، وتعد مآخذ على الذين تعرضوا لهذه القضية التاريخية من دون أن ينظروا إلى التناقض الموجود في بعض النصوص التاريخية المتعلقة بهذه المسألة، ومنها ادعاء عمر بن الخطاب بأنه يرجو منها النسب والصهر وما شاكل ذلك. ومن الواضح بأنه مما أثبته التاريخ عند جميع الفرق الإسلامية أن موقف عمر من أمها، من أم كلثوم، يعني من أم كلثوم يعني فاطمة الزهراء، بناء على كونها ابنة علي، موقف غير مشرف، موقف الظالم المعتدي الذي هدد بإحراق بيت الزهراء سلام الله عليه، بل وأرسل أناسا يعلم بأنهم لا تأخذهم إنسانية في الناس الذين يذهبون إليه، بقد اختارهم كما يقال بعناية من أجل هذه المهمة. وقد أشير إلى عدد من هذه النصوص ومنها كلام بعض علماء الاعتزال منهم النظام الذي توفي عام 231، حيث ذكر أن عمر ضرب باطن فاطمة عليه السلام يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها، وكان يصيح أحرق دارها بمن فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين مع ما ادعوه من زواجه بابنتها. هذا اللي هو الكلام الذي نقل عن من؟ نقل عن زعيم الفرقة النظامية كما يقولون، ونقل ذلك الشهرستاني في الملل والنحر في الجزء الأول صفحة 57. وهكذا نقل ابن قتيبة في المتوفى سنة 276 قائلا إن محسنا فسد من زخم قنفذ العدوي حسب ما حكاه عنه ابن شهر أشوب والكنجي والشافعي. أيضا نقله عنه ابن شهر أشوب في الجزء الثالث صفحة 133. وقال الصفدي في الوافي بالوفيات أيضا كلام مقارب لذلك، قال والمحسن طرح. طيب، إذن ما هي الفائدة التي يمكن أن يرجوها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام علي، من زواج ابنته من رجل بهذا العمر وبهذه السلوكيات؟ هل يمكن أن يتصور شخص أن ابنة علي ترجو بزواجها من عمر شرفا مثلا ورفعة بين الناس؟ هل يمكن أن تكون طامعة بالرئاسة والجاه بين الناس والمال كذا؟ هل يمكن أن يكون أبوها طامعا
بذلك، وهو الذي عرف عنه طلاقه الدنيا ثلاثا، وقال بأن الخلافة أزهد عنده من عفطة عنز. هذه الاحتمالات كلها لا قيمة لها، باعتبار أنها تنتمي، هذه الفتاة تنتمي إلى بيت ملؤه الشرف والمقام العالي، ولا أحد يمكن أن يداني هذا البيت في الشرف سابقا ولاحقا، يعني حتى في زمن الجاهلية. أو قد يقال كما يعني يحصل في الذهن أنه علي عليه أفضل الصلاة والسلام فقد التوازن، فقد التصرف الصحيح، فقد الحكمة، فقد الحل الصحيح في مثل هذه الحالة، أو أنها هي اختارت أن تكون زوجة لهذا المتقدم. ومن الواضح أن هذه الاحتمالات جميعها لا قيمة لها، لما ذكر وثبت في التاريخ أنه لا يوجد شخص يمكنه أن يداني عليا في الصفات البشرية، في العقل، في الحكمة، في العلم، وما شاكل ذلك. وهكذا أبناؤه، فعلى هذا لا يمكن أن يكون هناك، لا يمكن أن تكون هناك مصلحة في هذا الزواج إلا لعمر بن الخطاب. خصوصا إذا علمنا بأن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام قد عرف ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله من أن بنات بني هاشم لأولاد بني هاشم، يضاف إلى ذلك لو كانت هذه البنت مما يرجى منها الرأي وكانت مؤهلة لإعطاء رأيها بالزواج لذكر علي لها ذلك وأخذ رأيها في المسألة. طبعا البعض من العلماء المخالفين حاولوا أن يقولوا بأن عمر عندما جاءته الفتاة وهي صغيرة ومد يده على ساقها أو على ذراعها، هذا كان من باب الإكرام لا من باب الرغبة، وأن لأنها كانت صغيرة لا يطمع فيها، وأن هذا خليفة المسلمين وهو أجل من أن يقوم بفعل المشين. يضاف إلى ذلك ما ورد عنه مبررا، يعني مبررا فعلته في الخطبة، حيث قال: إني لم أرد حيث ذهبت، في تاريخ الطبري في الجزء الثاني صفحة 149. أو قوله: إني لم أرد الباءة، يعني الزواج الكامل، كما ورد في ذلك في فضائل الصحافة لأحمد بن حنبل الجزء الثاني صفحة 626. أو إني أريدها، إنه والله ما أريدها لذلك، أيضا نفس الكلام في الرسالة العثمانية للجاحظ. أو أحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر، كما ذكر ذلك في تاريخ بغداد في الجزء السادس صفحة 108. أو قال قولته الأخرى وهي: إن تعش تكبر. هذه حوزما قال: زوجنيها فإنها إن تعش تكبر. طبعا هذا كله تبريرات لا قيمة لها، خصوصا وأنها هذه البنت فهمت من فعله السوء، فهمت من فعله الفعل القبيح، الفعل المخالف للشرع، ولذلك قالوا: لو لم تكن كذلك لفعلت، يعني هددته. حيث
حيث قالت له أو قالت لأبيها بعد أن عادت: أرسلتني إلى شيخ سوء، كما ورد ذلك في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثالث صفحة 422 وغيره من المصادر. وقولها لعمر نفسه: لو لم تكن أمير المؤمنين لططمت عينيك، كما ورد ذلك في سنن سعيد بن العاص في الجزء الأول صفحة 173 ومصنف ابن أبي شيبة والاستصعاب وغيره من الكتب. أو قولها: أتفعل هذا؟ معترضة على ما قام به. أو كما ذكرت ذلك أيضا عندما أرسل معها بردا، قالت له: ما نشر البرد وما نظر إلا إلي. والعجب أن الكثير من هؤلاء المؤرخين ينقلون هذه الكوارث التي تدل على فظاعة ما قام به هذا الإنسان الغريب، ومع ذلك يعتقدون أن هذا فعل يمكن أن يبرر. خصوصا وأن سيرة هذا الخليفة، سيرة عمر بن الخطاب، كما ورد في بعض كتب المخالفين، كانت تزخر بأخباره حول قضية الخمر وغيرها من الأمور. بل ورد في كتاب الفاروق عمر قول محمد حسين هيكل: وكان عمر كغيره من شبان مكة ورجالها محبا للشراب متوفرا عليه، بل لعله كان أشد من أمثاله ولعا به، حتى قيل بأنه كان ينام في الخمارة. كذلك كان له صدر شبابه غرام بالغانيات كما يقول هيكل، جعل الذين يترجمون له يجمعون على أنه كان صاحب خمر وصاحب نساء. ذكر ذلك في كتابه الفاروق عمر في الجزء الأول صفحة 34. وذكر الشيخ الغزالي في كتاب فقه السيرة: والظاهر أن عمر كان تصطرخ في نفسه مشاعر متناقضة، احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفها، ثم إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء في سبيل عقيدتهم، كما ورد ذلك في الصفحة 125 من كتاب الفقه السير. فمثل هذه الكلمات التي ذكرها بعض المعاصرين توافق ما ورد في كتب التاريخ من كون عمر كان إنسانا يتصف بهذه الصفات، وأن ما قيل عنه من صفات حسنة كلها أمور مبالغ فيها. وقد ورد في شرح أدب الكاتب للخصاف قال: فرفعت يدها وكادت أن تلطمه وقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين والله وإلا للطمتك على خدك. فقال عمر: دعوها فإنها هاشمية قرشية، يعني يعرب أنها من بيت أبي. ثم يأتي بعض الباردين ليبرروا مثل هذه التصرفات بتبريرات لا تقنع الحمقى.
وهؤلاء الذين يصورونه يصورون عمر بن الخطاب على أن له صفات حسنة وإيجابية ويهيلون عليه قداسة مفتعلة، كان عليهم أن يتأملوا كثيرا في ما ورد في كتب التاريخ من تصرفات له في تأديب بعض المسلمين. من قبيل ما فعله مع نصر بن الحجاج عندما أبعده إلى البصرة، وعتاب أم نصر على ما فعله عمر بحلق شعر رأس ابنها، حيث جاء في كتاب التمهيد والبيان لأبي بكر الأندلسي روي أن عمر نفى نصر بن الحجاج لما خاف أن يفتتن به النساء لحسن صورته، ورد ذلك في صفحة 192 في تاريخ مدينة دمشق صفحة 20 من الجزء 62. وقد حلقه عمر بن الخطاب فصلع رأسا لم يصلعه ربه لإلا تفتتن به النساء، فإنه قال: ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: لا ذنب لك، إنما الذنب لي حيث لم أطهر دار الهجرة عنك. شوف العذر، يطهره من إنسان لا ذنب له. وفي آخر: ما لي وما ذنبي؟ قال له: وما فتقت فتقا، أي ما نقصت نقصا، وما أفسدت إفسادا. طبعا أمه أم نصر صعب عليها أن يغيب ابنها عنها في مكان بعيد، فتعرضت لعمر، يعني تعرضت له، يعني وقفت له في الطريق بين الأذان والإقامة، فقعدت له على الطريق. فلما خرج يريد صلاة العصر قالت له: يا أمير المؤمنين، لأجاثينك بين يدي الله، ثم لأخاصمنك أبيت عبد الله وعاصم إلى جنبك، وبيني وبين أبي الفيافي والقفار والمفاوز والجبال. فقال لها: يا أم نصر، إن عبد الله وعاصما لم تهتف بهما العواتق في خدورهن، كما ورد ذلك في تاريخ مدينة دمشق في الجزء 62 صفحة 24. قال السرخسي في كتابه المبسوط: نفى عمر نصر بن الحجاج، ثم أضاف: والجمال لا يوجب النفي، ولكن فعل ذلك للمصلحة. انظر التبرير، يعني هذا التبرير تبرير بارد، كما ورد ذلك في الجزء 9 صفحة 45 من المبسوط، وفي الجزء 3 صفحة 103 من كتاب كشف الأسرار للبخاري، علاء الدين البخاري، وفي كتاب صمت النجوم العوالي ذكروا أن عمر خشي من وقوع الفتنة به فنفاه من المدينة بعد أن حلق لمة كانت له. يقول الشاعر: حلقوا رأسه ليزداد قبحا، غيرة منهم عليه وشحا، كان صبحا عليه ليل بهيم، فمحوا ليله فأبقوه صبحا. يعني ما استطاعوا أن يفعلوا به ما أرادوا. طيب، سابقا عندما رأينا بعض تصرفات عمر بن الخطاب رأيناه
يضرب عجزة عاتكة بنت زيد في الشارع، وأمره للإماء بكشف رؤوسهن وأثدائهن كما ينقل ذلك بعض الصحابة. طيب، وهنا يؤدب الإنسان لأن شكله جميل، ولأن بعض النسوة المنفلتات افتتن به. ومن ذلك أيضا من غرائب ما ورد عنه، عن موسى بن خلف أن عمر بن الخطاب مر برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق، يعني بشكل واضح أمام الناس، فعلاه بالدرة، شوف ضربه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنها امرأتي. قال: فهلا حيث لا يراك الناس؟ عش يتكلم مع زوجته بالشارع، يقول له: اذهب إلى مكان لا يراك الناس فيه. وروي أيضا عن حماد بن يحيى المكي، هذا في كنز العمال طبعا صفحة الجزء الخامس صفحة 183، وروي عن حماد بن يحيى المكي عن أبيه قال: قدمت المدينة أنا وأهلي، فانطلقت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه ثم أقبلت، فلقيتني امرأة، يعني زوجته، في بعض الطريق، فقمت معها أسألها عن بعض الأمور، فبينما أنا أكلمها إذا ضربة على رأسي، فالتفت فإذا عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين، ظلمتني، هذه والله امرأتي. قال: أفلا كلمتها خلف باب أو ستر؟ قلت: يا أمير المؤمنين، لقيتني فسألتها عن بعض الأمور. طيب يا أيها الخليفة، عندما ينقلون عنك روايات تتحدث عن أنك كشفت عن ساق أم كلثوم ابنة علي، فهل كان ذلك بحضور أحد أم كان خلسة؟ هل سألتها كما تطلب من هذا الرجل مع امرأته أن يكلمها من خلف ستار أو باب؟ أو كان ما فعلته ظاهرا بينا أمام الناس؟ وكيف ورد في روايات أخرى أن عمر يطالب زوجته كما تقول الرواية أنها كانت أم كلثوم أيضا بأن تخرج للضيف، وهي تقول له: إني لأسمع حس رجل، وتتحشم من ذلك الرجل، وهو يصر عليها أن تخرج؟ هل يتفق ذلك مع غيرة إنسان مؤمن، بل مع غيرة إنسان على زوجته؟ بل إن التناقض وصل إلى أن عمر في الوقت الذي يطالب زوجته للخروج للجلوس والأكل مع شخص أجنبي، نراه في خبر آخر يأخذ أترنجة من يد السبطين أو الحسن أو الحسين. فقد ورد في كتاب المصنف لابن أبي شيبة عن أبي صالح الذي كان يخدم أم كلثوم بنت علي قال: دخلت على أم كلثوم وهي تمشط وستر بينها وبيني، فجلست أنتظر حتى تأذن لي، فجاء حسن وحسين فدخلا عليها وهي تمشط، فقال: ألا تطعمون أبا صالح شيئا؟
قالت بلى. قال فأخرجوا قصعة فيها مرق بحبوب، فقلت أتطعموني هذا وأنتم أمراء؟ فقالت أم كلثوم يا أبا صالح، فكيف لو رأيت أمير المؤمنين وأتي بترنج فذهب حسن أو حسين فيتناول منه أترنجه، فنزعها من يده ثم أمر به فقسم. هكذا يفعلوا مع الحسن والحسين. هل كانت هذه مما يحرم تناوله؟ علما أن الحسن والحسين رجلان وليس بصغيرين، حتى لا يعرف إن كان هذا المال يحل لهما تناوله أو لا يحل لهما ذلك. وهذا النص يكشف بشكل واضح وجلي أن الخليفة لم يكن يلتزم بالأعراف العربية والكرم العربي، وكانت فيه شحة. والأمر المهم الذي يجب الوقوف عنده، وهو كما يقال أساس هذه القضية، وهي أن المرأة التي تقدم لها عمر تقدم لخطبتها، أو البنت التي تقدم لخطبتها، كم كان عمرها؟ هل كانت في عمر يطمع الإنسان بالزواج منها؟ لأنه يدور أمرها بين أكثر من اسم، وبعض هذه الأسماء ربما تكون صغيرة فعلا، وبعضها ربما تكون كبيرة. فلو قلنا وقبلنا بأن ولادة أم كلثوم كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله الذي توفي عام 11، فيكون عمرها حينما أرسلها الإمام علي في حدود 7 أو 8، أما لو قلنا بأنها ولدت في 6 فيكون عمرها حين الزواج 11. فتكون حينئذ مما يطمع فيها للزواج. وفي هذه الحالة التبريرات التي ذكرها القوم بأنها لا يطمع بها، وأنه كشف عن رجلها بأنها طفلة وما شابه ذلك، كلها تذهب أدراج الرياح. وبناء على هذين الفرضين، لو قلنا ببلوغها
فقصة إرسالها من قبل أبيها لعمر إلى بيته تكون كذبة باعتبار أنها فتاة وبالغة، ولا يمكن أن يقبل أي إنسان عاقل بأن يرسل ابنته إلى رجل لم يتزوجها وليس بينه وبينها عقد. خصوصا وهو يعلم بأنه يريد ماذا؟ يريد الزواج منها، فلا بد أن يكون أكثر حرصا على عدم إرسالها إليه. يضاف إلى ذلك سيكون ما قام به عمر هذا قد قام به مع امرأة بالغة، ويكون هذا فعلا قبيحا ومخالفا للشرع. والأمر الثالث، إن أبيها عليه أفضل الصلاة والسلام قد أكد على صغر سنها، خصوصا مع أن قد ورد أنه يوجد استهجان لعمل عمر وهو يدل على كونها ماذا؟ صغيرة. بل واستهجان لإصراره على تحقق هذا الزواج مهما حصل، وهذا كله يعني بأنها ما كانت بالغة. أما لو قلنا لا بأنها كانت صبية، وهذا ما أشير إليه في عدد من النصوص، فهذا لو قلنا بأنها ابنة فاطمة عليه أفضل الصلاة والسلام لا يكون مقبولا، لأنها ستكون كبيرة. وبالتالي تكون هذه الرواية لا قيمة لها. ولو صح ما قاله بعض علماء المخالفين من أنها لم تكن بالغة حدا تشتهى كما ذكر ذلك ابن حجر، فلا معنى لقول الرواية بأن الإمام زينها وأرسلها، يضاف إلى أنه الفعل الذي قام به وهو الكشف عن الساق هذا فعل قبيح، فهل يقبل من إنسان بلغ نهاية الخمسين من العمر أو 59 من العمر أن يكشف عن ساق فتاة صغيرة في عمر 6 أو 5 أو 7 بهذا الشكل؟ خصوصا إذا عرفنا بأن هذا الرجل لم يكن يفتقد النساء، بل كانت له زوجة، بل كانت له زوجات.
وهو بمنزلة جدها بحسب العمر. فالقوم إذا أرادوا أن يقبلوا هذه النصوص وأرادوا الاستدلال بها على وقوع التزويج لزمهم القبول بكل ما يترتب عليه من لوازم فاسدة، والتي تهدم كل ما قيل من وجود قدسية ودين ومهابة وقيمة لخليفة المسلمين عندهم. أو إذا لم يقبلوا فعليهم أن ينفوا وقوع هذا الأمر من البداية. نعم، لو قلنا بصحة صدور خبر التزويج وعليا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن معترضا، مع اعتقادنا بشكل قاطع بأن الأمر لم يكن هكذا، لأن النصوص عند الطرفين تشير إلى ذلك. فالإمام عندما أرسلها إليه إنما كان الهدف من ذلك حثه على التراجع عن هذه القضية. إذ أنه عندما يراها بهذا السن المبكر في العمر الخامسة أو الرابعة فإنه سيشمئز من هذا العمل وسيغير رأيه. ولهذا ترى الناس يقولون لعمر ما كنت تريد إليها وهي صبية صغيرة، ولذلك قال الزمخشري في كتاب الفائق في مادة حللة: فاعتذر إليه بصغرها وأرسلها إليه ليراها إعذارا. وجعل الحلة كناية عنها، وقد يكنى عن النساء باللباس، في الجزء الأول صفحة 309 من كتاب الفائق. وهكذا في تفسير الثعلبي أنه روى عن عطاء الخراساني خبر التزويج وفيه: فقال علي: إني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها، فأرسلها إليه فجاءته، في الجزء الثالث صفحة 277. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حين قال لعمر معتذرا عن تزويجه بأنها صبية، أي أنها دون سن الزواج، أي في الخامسة أو الرابعة أو السادسة، وهذا يعني أنها ابنته ولكنها ليست ابنة الزهراء. هذا بناء على صحة خبر التزويج الذي يفتخر به كتب الفريقين.
وكل النصوص التي وردت في قضية استشهاد أمها الزهراء تشير إلى أنه لا يمكن أن تتصور، لا يمكن أن يتصور بأن عمرها في هذا العمر الرابعة أو الخامسة أو السادسة. خصوصا مع قول أبيها بأنها صبية. فالإمام عليه السلام لم يتزوج في حياة فاطمة، وفاطمة قد استشهدت عام 11، وهو يقول له بأنها صغيرة، فلا بد أن تكون هذه البنت ليست بنت للزهراء. وهنا قد يقول قائل، هذه كلمة الصغيرة، كلمة الجارية، كلمة البنت، توصيفها بهذه التوصيفات ماذا يعني؟ أو كلمة الجارية أيضا، خصوصا إذا رأينا ما ورده بعضهم من أن أم كلثوم زفت إلى عمر وهي بنت 4 سنين أو بين 4 و5. قال ابن سعد في الطبقات: تزوجها عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ، فلم تزل عنده إلى أن قتل، في الطبقات في الجزء الثامن صفحة 463. وفي المصنف للصنعاني إن أم كلثوم ابنة علي جارية تلعب مع الجواري، وهكذا في بدائع الصناع في الجزء الثاني صفحة 240. ومعنى كلام ابن سعد والصنعاني وصاحب البدائع القاساني أن أم كلثوم التي تزوجها عمر وهي جارية لم تبلغ، ثم أخذها إلى بيته مع الجواري تلعب مع الجواري والأولاد حتى تكبر وتعيش، ثم يدخل بها بعد ذلك. ولكن إرادة الله كانت أن لم يتحقق ذلك، ومما تقدم هذه النصوص جميعا لا بد أن يفهم بشكل قاطع أو متيقن على أقل تقدير جمعا بين هذه الأقوال المتقدمة أن هذه الفتاة المخطوبة لم تكن ابنة فاطمة قطعا، بل كانت ابنة علي ولكنها من زوجة أخرى. والعقد الذي جرى إنما كان بالإكراه كما ورد ذلك في روايات ذكرنا بعضها وسنذكر بعضها الآخر. ولذلك ذكر صاحب شرح المواهب اللدنية قوله: وأم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب مات عنها قبل بلوغها. أو قول النوبختي: وأم كلثوم كانت صغيرة مات عنها قبل أن يدخل بها. وقول العمري: النساب في المجدي في الأنساب، وآخرون من أهلنا يزعمون أنه لم يدخل بها. وقول الشيخ جعفر النقدي: فروي أن عمر لما دخل عليها كان ينظر شخصها من بعيد، وإذا دنا منها ضرب حجاب بينها وبينه فاكتفى بالمصاهرة. فهذه النصوص لو صحت فيتدل على أنه قد تزوج بها قبل البلوغ ولم يدخل بها،
وأن هذه البنت لم تكن ابنة فاطمة سلام الله عليها، بل كانت أم ولد لعلي. وطبعا هذا المعنى لا يروق للبعض من المخالفين، لأنهم سعوا بأن يجعلوا هذه الفتاة هي ابنة فاطمة، طبعا لاستغلال مشاعر المسلمين ورفع ما وقع بينها وبين الخلفاء. فكونها ابنة لعلي عليها أفضل الصلاة والسلام من امرأة أخرى غير فاطمة، وكونها صغيرة وغير مدخول بها، يتفق مع قوله عليه أفضل الصلاة والسلام عندما اعتذر بأنها صبية. كذلك يتفق مع مجيء الإمام علي بعد ذلك إلى دار الإمارة وأخذه بيدها إلى بيته، لأنها صغيرة لإتمام العدة في بيته، كما أنه يتفق مع المروي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ذلك فرج غصبناه. وحتى بعض النصوص التي وردت عند العامة والتي يفهم منها أنها ابنة فاطمة، فيمكن حملها على وجه يتفق مع ما توصلنا إليه. فمثلا قولها لحفصة: ظلمتيني مرتين، الأول ميراثي من أمي فاطمة بنت رسول الله، والثاني ميراثي من أبيك عمر بن الخطاب. فهذا المقطع من الممكن أن يفسر بأنها أرادت أن تنزل من نفسها منزلة أولاد فاطمة أبناء علي، وأن تتكلم باسمهم باعتبار أنهم قد تعرضوا إلى الظلم من أبيها، باعتبار أنها الرابط بينهم وبين الخلافة، وهي أمها بحسب الاعتبار. وأما المقطع الثاني عندما قالت: والثاني ميراثي من أبيك، فإن المرأة ترث من زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو لم يكن مدخولا بها. فحفصة ظلمتها بعدم إعطائها إرثها باعتبار أنها بنت لم يدخل بها، وهذا يثبت صغرها أولا وثانيا عدم الدخول بها، فضلا عن أن يكون قد ولد لعمر ابن الخطاب أولاد أو ولد منها. هذا المقدار نكتفي به اليوم إن شاء الله، بقية الكلام يأتي في اللقاء القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.